وقال المؤلف رحمه: ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به. المؤلف رحمه الله مشى على قول الجمهور وعلى المذهب الحنابلة: لا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، يعني لو جاءت امرأة وتوضأت من ماء، توضأت من ماء قليل أقل من قلتين وبقي ماء، يعني ما استعملته في أعضائها، توضأت منه وبقي ماء لم تتوضأ به، هل يجوز للرجل أن يتوضأ به أو لا يجوز؟ الجمهور مشان المؤلف على أنه لا يجوز، ولا يرفع الحدث ما دام الماء أقل من قلتين وتوضأت به امرأة، بشرط أن تكون خلت به ما عندها أحد، أما لو كان عندها أحد يشاهدها فلا بأس، بشرط أنه تكون خلت به خلوة، أما إذا لم يكن خلوة فلا بأس. استدلوا على ذلك بما جاء في الحديث أن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وسنده صحيح. والصواب أنه يجوز كما سبق، والنهي هنا للتنزيه والكراهة وليس للتحريم، ودليل ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض أزواجه، ومعلوم أنه إذا اغتسل معها يبقى منه فضل ومنها فضل يغتسل بالآخر، فكان يغتسل مع بعض أزواجه، فإذا اغتسل يبقى فضل ويبقى فضل من مائها يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى فضل من ماء النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل به زوجته. وبدليل حديث ابن عباس اللي بعده: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أن ثبت أنه اغتسل بفضل ميمونة، فدل على أن النهي قول لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا يغتسل جميعا للتنزيه لا للتحريم، دل على أنه للتنزيه لا للتحريم. ونهى رسول أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، هذا للتحريم، ولي صرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه النبي كان يغتسل مع بعض أزواجه، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، ميمونة توضأت ثم جاء النبي واغتسل بفضلها. وكذلك أيضا ما رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه في اغتساله النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة اغتسل منها بعض أزواجه، أن النبي اغتسل من جفنة يعني إناء اغتسل بها بعض أزواجه، كل هذا يدل على صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه والكراهة، يعني تركه أولى ولكن تزول الكراهة عند الحاجة، الكراهة تزول إذا احتاج إليه أو قصد تعليم الناس، يعني إذا احتاج الإنسان يعني تزول الكراهة إذا احتاج إلى الوضوء أو قصد تعليم الناس، وقد يؤجر على ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ثم يفعله أو يأمر بالشيء ثم يتركه لبيان الجواز ولإرشاد الأمة، فإذا اقتدى العالم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مأجورا وزالت الكراهة في حقه، يعني أراد يتوضأ من فضل المرأة ليعلم الناس هذا لا بأس يزول الكراهة، أو لأنه محتاج لم يجد غيره زالت الكراهة، فإذا لم يكن هناك حاجة تركه أولى، وإن توضأ به فلا حرج. وقال بعض العلماء إن فضل المرأة هو المكروه، قال بعض العلماء إن فضل المرأة هو المكروه بخلاف فضل الرجل، إذا
وضوء الرجل بفضل المرأة قال مكروه، وضوء المرأة بفضل الرجل غير مكروه. فهذا ولكن هذا القول خلاف الحديث، فإنه نهى عن غسل أحدهم بفضل الآخر، نهى الرجل أن يغسل بفضل المرأة ونهى المرأة أن تغسل بفضل الرجل، قال ولا اغسلها جميعا.